باريس، فالاتفاقية ديال باريس عطات عدة قرارات، ولكن هذه القرارات يعني كانت ملتقى للتوافق ما بين كل الدول الأطراف في هذا المؤتمر اللي كي في 198 دولة. يعني كتصوروا الحجم ديال النقاش وديال المفاوضات، لأن المصالح متضاربة والمواقع مختلفة والمواطن متعددة. إذن اتفاقية ديال باريس فهي يعني تحول جذري وتاريخي بالنسبة للمناخ، ولكن هذه الاتفاقية خلقت واحد الانتظارات كبيرة جدا، لأن خص الأجراء ديالها، خص التفعيل ديالها. كنقولوا على أن مؤتمر باريس فهو مؤتمر قرارات، ومؤتمر مراكش فهو مؤتمر الأجراء والتفعيل. إذن هذا الأجراء والتفعيل بطبيعة الحال ففيها نصيب من المفاوضات اللي غادي يكون صعب جدا. أولا بالنسبة يعني المرحلة الأولى، وهو أننا نمر للتصديق على هذه الاتفاقية، توقع تم في في في, في نيويورك، وكنظن على أن تعدينا بكثير ما هو منتظر للشرط الأول ديال 55 في ديال الدول اللي توقع الاتفاقية، ولكن هذا غير توقيع، تصديق. ألو تصديق كل دولة وعندها الطرق ديالها للتصديق. إذن المبتغى وهو يكون هذا التصديق نوصلوا له في أقرب وقت ممكن. وثانيا هذا التصديق خصي توفر فيه جدوية الشروط، 55% ديال الدول اللي كتوقع، وهاد 55 ديال الدول خصها تمثل على الأقل 55% من الحجم الإجمالي للغازات المسببة للاحتباس الحراري على الصعيد العالمي. أنا دوما الشرطين.